استووا اعتدلوا تناظروا سد الخلل يرحمكم الله. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الحمد لله مسدي النعم والآلاء وكاشف النقم والأغواء. أحمده سبحانه وتعالى هو ذو العزة والكبرياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا أنداد ولا شركاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الحنفاء وسيد الأصفياء وخاتم المرسلين والأنبياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان جميل من الرجال والنساء صلاةً وسلامًا دائمين ما دامت الأرض والسماء متعاقبين تعاقب الصباح والمساء. الله أكبر كلما أحرم الحاج من الميقات وكبر. الله أكبر كلما لب الملبون وزيد في الحسنات. الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت الحرام وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين. عندما يقبل العيد أيها المسلمون تشرق الأرض في أبهى صورة ويبدو الكون في أزهى حلة. كل هذه المظاهر تعبير عن فرحة المسلمين بالعيد. وهل أفرح للقلب المؤمن من فرحة نال بها رضا الله رب العالمين لما قدمه المسلم من طاعة وعمل وإحسان؟ سرور المسلم أيها المسلمون بسعيه وبكدحه بفرحته بنتاج جهده هي من الأمور المسلم بها، بل إن أهل الآخرة وطلاب الفضيلة
لا أشد فرحا بثمرة أعمالهم مع فضل الله الواسع. قال ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، اجعلوا الله ذخركم وملجأكم ومقصدكم ومفزعكم، أظهروا أمره ولا تشركوا معه غيره، فما من عبادة عبدت ولا من فريضة فرضت إلا لتكبيره وتعظيمه وإجلاله وتوحيده، فهو المستحق لأكمل الثناء وخالص الدعاء. ولا تليق العبادة إلا له سبحانه، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته تعالى وتقدس وتنزه وتعظم. أن يكون له شريك أو نظير أو والد أو كفو أو ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من تعلق به كفاه، ومن اعتمد عليه وقاه، ومن لجأ إليه حفظه وتولاه. فكيف يلجأ العبد عند حاجته وشدته إلى أضرحة وأموات وحجارة ورفات وخيوط وتمائم ومعلقات؟ ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لوذوا بالكتاب والسنة، واعتصموا بهما، واحتموا بهديهما، وافهموهما كما فهمهما سلف الأمة. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد عريض، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد فهو من المفسدين في الأرض. ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، المنايا للخلق راصدة، والحوادث لهم حاصدة، وداء الموت ليس له دواء. من استوفى أجله حلت ساعته وقامت قيامته، ومن عاش طويلا زالت جدته ووهت قوته وذهبت عزيمته. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فيا لها من عبرة للمعتبر وعظة للمدكر، فافزعوا إلى باب التوبة ولوذوا بباب الإنابة، واعلموا أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن نقص من فريضته شيئا قال ربنا يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها من تقص منها. هكذا أيها المؤمنون، يجب أن يحذر المسلم في طريقه في دنياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا فيقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. بارك الله لي ولكم فيما سمعنا، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها المباركون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. نعم، يغري بعضهم ببعض، يوجب الفرقة، ويخلق تنافر القلوب وحصول الهجران وتبادل التهم والتلاسن والفجور في الخصومات. فكفوا أيها المؤمنون عن الخصام، واعفوا واصفحوا، ولا تكونوا ممن يصر على البغية، فما يبقي للحسنى بقية. لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، واليوم يوم العفو، يوم العيد الأكبر، يوم التسامح، يوم الاجتماع، يوم دحر الشيطان، جعلني الله وإياكم من الفائزين فيه. معاشر الأمة، الأضحية عبادة مشروعة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وبها يشارك المسلم أهل البلدان من حجاج بيت الله الحرام في شعائر حجهم ونسكهم. فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا، وهذا من رحمة الله بعباده. فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم تعبدا لله تعالى وتقربا إليه واتباعا. واعلموا أن الواحدة من الغنم تجزئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات، ومن الخطأ أن يضحي الإنسان عن أمواته من عند نفسه ويترك نفسه وأهله الأحياء. واعلموا أن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جعل الله عيدكم سعيدا وعملكم صالحا رشيدا، وجعلنا الله وإياكم ممن يحج بيته الحرام ويوفق للتوبة من الذنوب والآثام، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، وقاتل أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والعمار والزوار، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وديارنا وأهلنا وأموالنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا وفق أميرنا لهداك وولي عهده الصالح في طاعتك ومغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اكلأهما برعايتك واجعلهما رحمة على شعبهما يا كريم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عيدنا عيدا سعيدا نفوز به بالصالحات ونغتنم به الطاعات، وتغفر لنا فيه الزلات، وتقيل عنا به العثرات يا ذا الجلال والمكرمات. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.